طيب لما نيجي نتكلم عن ملف الالعاب الاخرى اكيد لازم نرحب بضيفتنا العزيزه جدا الاستاذه دعاء بدر نائب رئيس تحرير الاهرام ابدو رئيس تحرير موقع ايه بقى؟ موقع تتويج. تتويج ده جديد تتويج ده تتويج نيوز. ثلاث سنين اه صح كده؟ بس انا سعيده لان حضرتك استاذه دعاء طبعا صباح الخير في صباح البدايه النور عليك. لكن عندك خبره وملمه جدا بالالعاب الاخرى، انا ما اعرفش ايه سر حبك طبعا بالملف اللي حضرتك مختصه فيه، بس فعلا معلومات كتيره ومهمه في الفتره اللي احنا فيها كلنا بنتكلم عن استعدادات دلوقتي طبعا يعني اولمبياد باريس، فصباح الهنا عليكي ومنتظرين بقى كل زي ما اتقال كده الكواليس. المشاهدين كلهم صباح الكل عليك. تعالي نبتدي بالتفصيله دي، فكره حبك يعني بل وشغفك بالرياضات الاخرى. هو شغف حقيقي، شغف ده بقى جه ازاي وبناء على هو من بدايه شغلي الحقيقه، انا في بدايه شغلي في 99 بالظبط، كان عندي يعني يمكن عشان كنت انا بلعب رياضه بتلعبي ايه الاول؟ لا حاجات كتير يعني، كنت في الاساس كره سله، كنت بلعب كره سله ولعبت كذا حاجه يعني، لعبت بينج بونج، لعبت يعني في كذا حاجه كده لعبتهم غير لعبت مظلات لا باراشوتينج ايوه هي وصلت للمظلات انا نطيت من الطياره ايوه ما اعرفش ازاي يعني دي بس لازم يتوقف عندها شويه يعني مش غريبه حبتين. كان وقتها يعني كان في الوقت ده كنت في نادي الشمس، فنادي الشمس كان من اوائل الانديه اللي كان فيها دورات للمظلات، كانت تبع القوات المسلحه طبعا بطبيعه الحال. فالحقيقه في حد من اصحابي راح وقعد يقول لي تعالي ونجرب ومش عارف ايه، فجربت بصراحه كانت اكسبيرينس مختلفه تماما يعني. أكيد حاجه عارف عملوها مره في منتدى شباب العالم اخر واحد رحناه في شرم الشيخ، كانوا عاملين اللي عايز من الاعلاميين في بعد نهايه المنتدى يشارك يعني سكاي دايفنج، كتبت اسمي بس ما روحتش. يا انا روحت بس كانت حريصه على كتابه اسمها. ايوه دي حاجه مهم النيه على فكره. هي تخوف جدا يعني، هي عايزه بس تعمليها فعلا. انا ممكن اعملها ممكن اعملها اوقات الواحد عايزة ما اعرفش يعني، انا بالنسبه لي دلوقتي صعب اعملها، لكن وقتها الواحد كانت الفكره الاكسبيرينس نفسها حاجه يعني ما حدش بيعملها، وفكره ان الواحد ياخد القرار بنفسه كده وينط من الطياره. الادرينالين الشعور بقى الادرينالين بص في الجسم هو ده هي حاجه خرافيه، هي حاجه خرافيه بجد يعني، هي يعني تستاهل. لا بجد والله تستاهل. تستاهل دي بقى هي اللي حببتك في الرياضه وان انت يعني شبه تتخصصي بالظبط كده يعني. بالظبط كنت اول ما بدات لقيت الناس كلها بتكتب في الكوره، زمايلي بيكتبوا في الكوره، بدات ابص ادور على حاجه مختلفه اشتغل فيها يعني. يعني كان موجود ناس اوريدي بتشتغل، كان في الاهرام ابدو، ففي ناس اوريدي بتشتغل في الكوره، فانا بدور على افكار مختلفه اقولها حتى في الاجتماع، فبدات ادور في الملفات دي، فشويه بشويه لقيت لا ده في يعني. يمكن اول حاجه كنت من الحاجات البدايات بتاعتي كان تقرير عن المصارعه، عن كرم جابر مصارعنا الاولمبي، وعن محمد عبد الفتاح بوجي، كان وقتها لسه جايبين ميداليات في بطوله عالم ومتاهلين للاولمبياد. ده كان 99 99 كمان قبل 2000 قبل الاولمبياد بدات فبالظبط، فبدات جات لي بقى فكره ان انا ابدا اتخصص في الملف الاولمبي، وبدات يعني حتى ده حاجه انا اللي عملتها في الابدو، ان احنا نقدم الالعاب كل رياضه متاهله للاولمبياد وتاهلت ازاي وفرصها ايه ونقدم اللعيبه، فكنت بشتغل كل اسبوع باخد رياضه اخش فيها جامد قوي. بالمناسبه ده من الملفات المهمه اللي عايزين نتكلم معاكي في تفاصيلها، فكره اللعيبه يعني اللاعبين واللاعبات اللي تاهلوا بالفعل حتى هذه اللحظه، احنا تقريبا كل اسبوع العدد ما شاء الله بيزيد. احنا وصلنا لايه بقى دلوقتي؟ 72 لاعب ولاعيبه. 72 في كام رياضه؟ خلينا لو تحب اقول لك كده، انا عملت زي احصائيه، وعايزين نقارن بالسنه اللي هي سوري البطوله اللي ولسه بدري ما نقدرش نقارن لا دلوقتي حتى هذه اللحظه يعني من المتاهلين. الوضع برضو مختلف لان التاهل دلوقتي بقى مختلف عن الدوره اللي فاتت. طب اشرحيها لنا يعني اتفضلي. احنا عندنا طبعا اللي تاهلوا حتى الان كره القدم، كره الطايره، سباحه توقيعيه، خماسي، سباحه لاعب واحد، الرمايه طبعا هي اكتر لعبه مؤهله ب 11 لاعب، تنس الطاوله، الملاكمه، المصارعه، تجديف، قوس وسهم، كانوي، تايكوندو، واخر مقعدين كانوا في الشراعه.